صباح الفل عليك يا هشام، كل سنه وكل المصريين بألف خير، سواء ضباط الشرطه سواء كل المصريين او حتى كمان كل قطاعات النهارده بتحتفل. الاحتفال النهارده كمان بيضم 25 يناير وذكرى طبعا 25 يناير، والنهارده كمان هيكون ذكرى نقل اول قطعه اثريه الى المتحف الكبير بمحافظه الجيزه، وهو طبعا تمثال رمسيس الثاني. عايزين نعمل بس نبذه يعني بسيطه حوالين تمثال رمسيس الثاني. هو طبعا تم اكتشافه عام 1888 وتم نقله لميدان رمسيس، وهو ده المكان السابق ليه عام 1952. والنهارده في 2018 25/1/2018 بيستقر الى مقره النهائي في البهو الاعظم بالمتحف الكبير، وده طبعا المكان اللي هيبقى موجود فيه تمثال رمسيس الثاني اللي هيكون اول قطعه اثريه دخلت هذا المتحف. زي ما احنا شايفين طبعا النهارده جميع الوسائل الإعلامية موجودة لتغطية هذا الحدث العظيم. اتنقل تمثال رمسيس الثاني بعد ما يعني قعد فترة طويلة قوي في التخزين، اتنقل يعني ل 620 متر تقريبا، اخذ هذا النقل حوالي ساعة الا ربع تقريبا ليستقر في المكان اللي احنا شايفينه ورانا. هو ده المكان اللي هيكون فيه تمثال رمسيس الثاني. وزن تمثال رمسيس الثاني حوالي 83 متر وطوله حوالي 12 متر تقريبا، وعفوا 83 طن، وهو طبعا معمول من الجرانيت الاحمر. احنا طبعا تابعنا مع حضراتكم كلمه الدكتور خالد العناني وزير الاثار، طبعا النهارده كان قال في المقدمه كلمه مهمه جدا، ان كل ما بنبني كل ما بنشتغل وكل ما بنعمر كل ما احنا ده السلاح القوي لمصر للقضاء على الارهاب الاسود وقضاء على اي اغراض دنيئه لمصر. كمان لو هنقول ان اهم الحضور اللي كانوا موجودين النهارده هذا الحدث، على رأسهم طبعا المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في وزراء حاليين زي مثلا الدكتورة غادة يوالي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور هشام فرحات وزير النقل، وعدد من الوزراء آخرين سابقين وحاليين حضروا هذا الحدث وما زالوا موجودين حتى هذه اللحظة. تابعنا مع حضراتكم تمثال نقل رمسيس الثاني داخل البهو الأعظم بالمتحف المصري الكبير. بشكرك يا هشام وارجع لك وصباحك مصر. شكرا جزيلا لك يا هدير، وصباح الفل عليكي طبعا، واحنا سعداء ان احنا جزء من الحدث ان احنا بننقله، وانا شخصيا سعدت ان انا نقلت الحدث الاولاني اللي كان من رمسيس للمتحف الكبير، وبسعد بقى النهارده ان احنا بننقله على الهواء مباشره مع حضراتكم دلوقتي.